بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا إن تمسكنا به خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة الإسلام، فإنه أكبر نعمة أنعم الله بها على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقطار الأرض في جاهلية جهلا وضلالة عمياء، كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، ويعبدون معبودات كثيرة، كل يعبد ما تهواه نفسه وما أدرك عليه آباءه، دون روية ولا بصيرة. كانوا يأكلون الميتات ويأكلون الربا ويغتصبون أموال الناس ويغيرون عليهم. كل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى فتسلب ما معها من الأموال وتقتل ما عندها من الرجال. وكانوا لا يجتمعون تحت راية واحدة، فمنهم من يخضع لدولة الفرس، ومنهم من يخضع لدولة الروم، ومنهم من يخضع للقبلية العنصرية. هكذا كانت حالتهم. فلما بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق دعاهم إلى الإسلام، فمن الله على من شاء له الهداية ودخلوا في دين الله شيئًا فشيئًا، إلى أن جاء الفتح وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودخلها منتصراً مظفراً. عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجاً. ثم توفي صلى الله عليه وسلم وتسلم الراية من بعده خلفاؤه الراشدون، فنشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتوالت الفتوحات حتى سقطت دولة كسرى وقيصر، دولة الروم ودولة الفرس، وصارت تحت ولاية المسلمين في زمن يسير، تحت راية الإسلام، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. واستقر الإسلام وانتشر بالدعوة والجهاد في سبيل الله، وظهر على الأديان كلها، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو دين الإسلام،
الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وليس الإسلام بالتسمي ولا بالتمني ولا بالانتساب والانتماء، وإنما هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. هذا هو رأس الأمر، رأس الأمر التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل والتزام دينه وشرعه. فلا شرع مع شرعه ولا دين مع دينه، إنما الدين كله لله سبحانه وتعالى. فمن لم يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن استسلم في الظاهر دون الباطن فهو منافق في الدرك الأسفل من النار. وأما من استسلم لله ظاهراً وباطناً فهذا هو المؤمن الحق، وهذا هو الإسلام الصحيح. والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر الله به وفي كل ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، انقياداً اختيارياً عن رغبة ومحبة. أما من استسلم لظاهره ولم ينقد للطاعة فهذا ليس بمسلم، وإن ادعى أنه مسلم. والبراءة من الشرك وأهله، لا يصح إسلام بدون البراءة من الشرك ومن الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى قدم الكفر على الطاغوت، فإن الله سبحانه وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا يجتمع إيمان بالطاغوت مع إيمان بالله سبحانه وتعالى، بل لا بد من الكفر بالطاغوت أولاً ثم الإيمان بالله عز وجل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل بالعبادة والانقياد والطاعة والإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول إنه لا فرق بين الأديان ويقول بحرية الأديان، ولا سيما اليهودية والنصرانية، ويقول الناس أحرار في عباداتهم، هذا لم يؤمن بالله عز وجل، لأنه لم يكفر بالطاغوت، ويعتقد أن الأديان الكافرة أنها أديان حق، وأن كلاً يعبد الله بزعمه. وهذه مقولة شاعت في هذا الوقت، بل منهم من يقول إن النصارى إخواننا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بل إنه سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الوالد والولد والإخوان والعشيرة إذا كفروا بالله عز وجل، فقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه هي البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. هناك من ينتسب إلى الإسلام ولا يتبرأ من الشرك، فتراه يقول لا إله إلا الله ثم يذهب يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله من أصحاب القبور والأضرحة، هذا لم يتبرأ من الشرك. وهناك من لا يقع منه شرك لكنه لا يتبرأ من المشركين، فيقول هم أصحاب أديان والناس أحرار في أديانهم ونحو من هذه المقولات الخبيثة، فهذا لا يصح له دين ولا يستقيم له إسلام حتى يتبرأ من الشرك وأهله. فالدين بالولاء، يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن من الله عليه بالإسلام فإنه يسأل الله الثبات عليه ويخاف من الفتن والردة عن دين الإسلام، لأن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن والانصراف عن دين الله. فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده يقول في دعائه لربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. والله جل وعلا يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير من نواقض الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تشركوا بالله شيئا وإن قتلتم أو حرقتم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا عدي بن وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يأتي به المشركون ليصلبوه على الجذع، يقتلوه ويصلبوه، وهو يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. وهذا بلال رضي الله عنه يأتي به المشركون فيبطحونه على الرمضة في بطحاء مكة، أو يلقوه على ظهره أو يلقونه على ظهره في الرمضاء الملتهبة، ويضعون عليه الحجارة ويطلبون منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أحد ولا يزيد على ذلك. وهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه يلقى على ظهره على الجمر ويسحب على الجمر
ليرتد عن دين الإسلام فيأبى ويتمسك بالإسلام. وكثير وكثير ممن عرضوا للفتن فثبتوا على دينهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجاه الله من الفتنة بعد صبر وبعد ثبات. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً دخل النار في ذباب، ورجلاً دخل الجنة في ذباب. قالوا: يا رسول الله، وما ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أو لا يجاوزه أحد حتى يقرب له قرباناً، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً فدخل النار، قرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله. فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا هو الإيمان. ولكن يا عباد الله، يجب على المسلم أن يعرف ما هو الإسلام، أن يتعلم الإسلام وشرائع الإسلام، وإلا فحري أن يقع في نقيض الإسلام وهو لا يشعر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فيجب على المسلم أن يتعلم دينه، أن يتعلم ما هو الإسلام حتى يتمسك به، وأن يتعلم ما هي نواقض الإسلام حتى يتجنبها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول إبراهيم ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا كله خوفاً من الردة والوفاة على غير الإسلام. والأعمال بالخواتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بالخواتيم. ولذلك يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن نخاف من الزيغ ونخاف من الردة، ولا نزكي أنفسنا، لا سيما وأننا في عصر الفتن وفي عصر المحن وفي عصر يبتلى فيه المؤمنون أشد البلاء. وكلما تأخر الزمان تكثر الفتن. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية. فعلينا أن نخاف على ديننا، وأن نحذر من الفتن، وأن لا نزكي أنفسنا، وأن نعمل الأعمال التي تقربنا إلى ربنا وتمكننا من التمسك في ديننا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن الإسلام كثير الشعب وكثير الأعمال، وافر الخير، له أركان خمسة. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإسلام كل الطاعات كلها من الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، خذوه ولا تأخذوا بعضه وتتركوا البعض الآخر. فالإسلام يتكون من أركان ويتكون من مكملات لهذه الأركان، من واجبات ومستحبات، من فعل الطاعات وترك المحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالإسلام أعمال كثيرة، وعلى المسلم أن يأتي من هذه الأعمال بما يستطيع، ولا يقتصر على بعض جانب من جوانب الإسلام ويترك الجانب الآخر وهو يقدر وهو يستطيع، بل عليه أن يأتي بما يستطيع. قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وكل ما يستطيعه الإنسان من فعل الخير ومن ترك الشر والمعاصي فإنه مكلف به، وهو من الإسلام. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ابعث لدينك ناصراً يقيم أركانه ويرفع بنيانه وينصر أعوانه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن بلاد المسلمين عامة، يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، وولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم، يا رب العالمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا، اللهم أصلح إمامنا ووفقه لما فيه الخير والصلاح. اللهم اجعل عمله فيما يرضيك، اللهم اجعل عمله فيما يرضيك. اللهم انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، وأعز به أولياءك، وأذل به أعداءك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا سميع الدعاء. اللهم أصلح البطانة لولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.